عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أم جنى. النهاردة حبيت أوريكم وصفة بسيطة لتفريز الطماطم بمكونين بس. نزلنا ورحنا عند الخضري وقلنا يلا بينا نصور هناك عشان أوريكم الخضار، إن هو سعره مناسب جدا. الخضار كله رخيص طبعا، الطماطم رخيصة، الخضار كله عامة في الشهر ده بيكون رخيص. تمام، هو ده الخضري اللي أنا بجيب منه. اخدنا منه الطماطم بتاعتنا، كنا اخدين منه البطاطس، ده يعني بصراحة حاجته ممتازة جدا. تمام كده، فانا حبيت اوريكم بس الحاجة اللي احنا جبناها وجبناها منين. تمام، يلا بينا بقى نشوفوا بقى الوصفة بتاعتنا ايه هي. بسم الله. اول حاجة بنات، جبنا 6 كيلو طماطم، انا مفردة طماطم زي ما هي في الفريزر، وقلنا دي نعملوها صلصة بيور مع بعضين. تمام، جبنا في البداية 6 كيلو طماطم، غزلناهم كويس. انتوا طبعا شايفين الطماطم قدامكم، العنقود بتاعها ده شلناه وشلنا الحتة اللي تحت العنقود وقطعناها. تمام كده، جبنا اكبر حلة عندنا. ليه اكبر حلة يا مجنى؟ عشان خاطر الطماطم لما بتتسبك بتطلع الصلصة بتاعتها بره البوتاجاز، فمش هتاخد وتدي مع نفسها. انتوا فاهمين ان الطماطم لازم تاخد وتدي بشكل ودي. تمام، فانا اخترت اكبر حلة عندي وحطيت فيها الطماطم بعد ما قطعتها. طب هتضيفي ايه تاني يا ام جنى؟ هتضيفي عليها ميه؟ هتضيفي عليها فلفل اسود ولا اي حاجه؟ مش هتحطي اي حاجه في الطماطم، انت جبتي الحله حطيتيها على البوتاجاز وبعد كده بتضيفي عليها الطماطم لحد ما الطماطم ما تنزل ميتها، يعني ربع ساعه. بعد كده على كل كيلو طماطم معلقه سكر، انا عامله 6 كيلو طماطم حطيت عليهم 6 معالق سكر، وبعد كده على كل كيلو طماطم بتحطي عليه نص معلقة ملح، يعني حطيت 6 معالق سكر وثلاث معالق ملح. تمام كده، بعد ما الطماطم استوت قدامنا اهو، باخد جزء جزء في الخلاط وبصفيه في المصفى، وبيطلع الشكل النهائي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اللي بيطلع من الطماطم، التفل بتاع الطماطم انا مش برميه، انا بستخدمه في المشاوي. تمام، بصوا لون الطماطم، طبعا السكر والملح، السكر ده مادة حافظة جميلة جدا جدا، والطماطم طالعة حمراء بسم الله ما شاء الله. يا رب ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم من مطبخ ام جنى.